عيد الفتاح يقول ان محسن ياجور كان غادي يمشي للبارسا ويسيني فيها، ولكن بعض الناس سامحهم الله هما اللي فشلوا هذه الصفقه وخلاو محسن ياجور يبقى في المغرب. نخليكم مع سعيد الفتاح. تحيه لمحسن ياجور، ملي رجع الرجاء هو باغي البارسا والصحف كتدوي شحال هذاك الساعه وليد الشمس السونتر ديال الرجاء نقل عليه انا وكان وكانت الهضره عليه بزاف ياجور يمشي للبارسا شحال كان كيتخلص في الرجاء وهو وسط ديك الهضره اللي كان شحال كياخذ نقول لك قالش هذيك ساعه كنت كنت تاخذوا بعد بهال تقريبا لا هو كان فايتني شويه محسن هو طلع قبل مني فهمتيني هو محسن واخا انا وراسي شحال ديك الساعه شحال والله يا غطا والو انا فين والو شاجي 3000 درهم صالير 5000 كاع ومسيني بريمسيني جوج ب 16 مليون ولا ما عرفت وباغاك البارطه وسينات لك وبسينات لي باش فين تطلع مع الرجاء بعدا فين طلعنا في 2005 خزمه جينا بالكوب ديمون لعبنا في 2005 كانت شد واحد كونطات دير ليه راه ماشي بحال دابا تقدر تسينيش تقدر تريزيلي ما تلعبش شوط تريزيلي تمشي لهادي تمشي فرقه اخرى كانت خمس سنين المعلم اما تتالي لك تتنوض لك ماشي ماشي راسك خمس سنين وانت تجيب